الاخر اثر سلبي في كثير، وخاصه على مستوى الشباب. سيد قصي، سنروح نشوف راي بعض الاعلاميين، مخرج لا ممكن، نشوف راي احمد فطناني مدير جريده الاكسبريسيون. ما كناش نظنوا ان احداث 5 اكتوبر تاخذ البعد والحجم اللي اخذته. لا، ما هي مؤامره ولا كما قلت انت يا انتفاضة. لا، كان طيارين، لان في الحزب جبهة التحرير الوطني ستام بارتي، كان طيار اشتراكي، طيار عربي اشتراكي، طيار تقريبا ناصري، يعني لو ناصيريزم جمال عبد الناصر، كان طيار ليبرالي تقدمي ومؤيد من الناس نتاع قراب للباكس، حزب المطالعة الاشتراكيين الكومونيست الجنية. دونك il y avait une confrontation qui allait se faire مصادمة من ناحية الأفكار، أو توفي أفوار اضطرابات منا ولا من هي بصح صغيرة، فهمتني ولا لا؟ دي بتي مانيفيستون كون علي ديسبيرسي دون ان كارتي دالجيار بالكور وباب الواد، ولا في مدينة كما كانت نطفق سنطينة، لأنه في إشارات قبل أحداث أكتوبر 88، وقعت أفريل في زيوزو أفريل 80، وقعت اضطرابات في قسنطينة. أنا ذاك والي تاع قسنطينة كان شقيق الرئيس الشلبي الجديد، يعني فيه معطيات أن فيه أزمة. ما كانش في حزب، سيتي دو توندونس أو بوفوار كي سافرونتي، دو كلون أو بوفوار، وحد حب يتغلب على الآخر. جماعة تاع شلبي اللي كانوا يفكروا باش جا الوقت، قلت حان الان الوقت، الان الوقت باش نبداو الاصلاحات، لا ريفورمز ايكونوميك، نفتحوا شويه البلاد او بلان ايكونوميك، اي بي سا فا كوندوير او بلان بوليتيك. دونك لو نو سيتي سيتي اونتر شادلي اي لو كلون دو مساعديه، لو كلون دو مساعديه نو فولي با تشونجمون، اي فولي بورسيفر سور لا ميم فوا ايديولوجيك سوسياليست. D'accord. Ne pas toucher aux entreprises publiques. D'accord. Ne pas toucher aux acquis sociaux. طيب، كان هذا السيد احمد فطناني مدير جريده الاكسبريسيون. سيد عباس، سيد فطناني قال انه الحادثه واحداث اكتوبر ليست لا بالمؤامره ولا بالانتفاضه، قال بصريح العباره انه صراع اجنحه على اعلى مستوى في السلطه. انا في تقديري ان احداث اكتوبر هي عباره على انتفاضه عربيه قبل الوقت، ولما نرى يعني انتفاضة بالتحديد من قوسين فتتوفر فيها نفس الخصائص على الانتفاضات العربية. تقصد ربيع العربي؟ الربيع العربي هو هذه الانتفاضات الحقيقة تتميز بثلاث خصائص. الخاصية الأولى أنه الفاعل الرئيسي غامض، يعني من الصعب باش تبينه بسهولة، ثم فيه اندفاع جماهيري، فيه تقدر تحرك الجماهير ومن بعد يتبعوا الاخرين، فيه ناس يعني يفجر عامل مفجر ومن بعد يتبعوا الاخرين. والعامل الثالث انه جاهزيه الحركه الاسلاميه لاستغلال الوضع، نفس النموذج رانا عايشينه الان على مستوى البلدان العربيه. سيد عباس، هل كانت الجزائر مخبر ربما تجربه؟ فعلا انا اقدر بان الجزائر بعد رحيل بومدين يعني انفتحت حتى امنيا للاسف، يعني واصبح يعني اصبحت يعني مخبر لنظام حقيقه هو نظام بديل ولكن بدون برنامج. الهم نتاعو الوحيد كما طبق طريق في مرحله الشادي هو تحطيم البرنامج تاع بومدين. هذا واش كان يعني تحطيم برنامج بومدين. سيد قاسم، رايك في ما قاله احمد فطلاني مدير جريده الاكسبريسيون؟ قال انه لا مؤامره لا انتفاضه، كان هناك صراع في اعلى مستوى في السلطه. والله القراءات قلت لك متعدده، ولكن نطرح الاسئله الان. كي تسال واحد قال شكون هو مسؤول على العمليه، حتى واحد ما يقول لك بلي انا مسؤول عليها. هذه وحده. ثانيا النتائج تاعها وشن هي؟ اذا شفنا بالنسبه للنتائج فيه توجه اقتصادي باين فيما يتعلق الجانب الاقتصادي، فيه توجه ايضا فيما يتعلق الجانب المؤسساتي. الناس لازم ما تنساش باللي زياده على الحوادث والحوادث العاصمه الاخرى في المدن، ولكن في الداخل نعطيك مثال
في الولايه تاع مسيله مات طفل في بوسعاده والنتائج معروفه. كانوا الجيش عندما داروا الامر يعني اللي تولى فيما يتعلق لي طاد دو سياج سكنه تاع الجيش عناصر دراري فوق الطريق ضربوهم بالحجر ستان سيرفيس ناسيونال تفرفش كي ضربته الحجره تيرا مات طفل صغير. سيد قاسم ناخذ مثال نعطيك مثال هذا الحادث هذا هذا الحادث هذا شكون اللي دبر له كيف صارت الظروف اللي صارت نرجع لك في هذه النقطة فقط راح نرجع لك سيد قاسم ناخذ مكالمة فقط سلام تسمعوني نعم اسمعك جيدا طيب سلام اعلامي مقيم انت خارج الجزائر مقيم بدبي سلام كيف ترى احداث اكتوبر في رايك هل هي انتفاضة شعب ام مؤامرة نعم في تلك المرحلة انا قد عشتها كصحفي وكشاب في تلك المرحلة واعتقد ان فيروز التاريخ بعد 30 سنة من في تلك المرحلة بعد فترة من الاستقلال ثلاث عشريات وصلت الأمور إلى أن تحرك الشعب بعد خيبته في الدولة الوطنية التي كانت تعد بأحلام جميلة بأحلام الحرية والتنمية وتحسين المعيشة إلى غير ذلك لكن بعض الأحلام خابت ووصلت الأجيال التي عايشت الاستقلال وولدت في الاستقلال ورأت أمامها الأحلام تذوب وتذوي فحدث الانتفاضة أنا شخصيا في كتاباتي لست من أنصار فكرة مؤامرة ولا أؤيدها رغم طيب أن هناك ممكن من يركب على الموجة ويحاول ولكن الانطلاقة وسلب الانطلاق هي كيمياء شعبية سياسية اجتماعية ثقافية تتفاعل فيما بينها وتحدث سلام الانتفاضة يا سلام نعم. لكن نعم. سلام إذا كانت انتفاضة لماذا لم يكن هناك مطلب واحد يعني مطلب واضح للشعب الشعب لم يكن لديه أي مطالب كان يكسر ويخرب كل ممتلكات العمومية سؤال جيد جدا صحيح المطالب كان أنا شاهدتها وعيشتها كانت مطالب لا يعني يكذب من لا يقول أنه شباب أكتوبر لم يكن له مطالب كانت أول المطالب كانت في الصيف الذي سبق الانتفاضة في أكتوبر كانت ندرة المواد الغذائية ندرة شديدة جدا ثم المطالب أنه الناس كانت تطالب بحقوق الإنسان باحترام حقوق الإنسان وكان لا يجب أن نستهين بتلك الحركة التي كانت حركة شعبية حقيقية مثقفة واعية أكيد أي انتفاضة في العالم فيها بعض من العنف بعض من التكسير بعض من التخريب وهو شيء طبعا دائما يدان من طرف كبار السن من طرف المثقفين الذين يرون التغيير السلمي إلى غير ذلك لكن المطالب كانت موجودة أنا استمعت إلى الشباب في حياء باب الواد في بالكول ينادون أن أحكي على الأيام الأولى للانتفاضة كانت تنادي بمطالب اقتصادية وبمطالب سياسية وبمطالب ثم طبعا فيما بعد جاءت وركبت الموجة وبدأت المطالب إلى غير ذلك وهو شيء طبيعي كذلك لازم ننظر له الآن من خلال فيروز التاريخ هل يمكن نعم هناك طرح يقول أنها النظام أراد أن يتجدد من الداخل فكان هناك صراع تيارات بين التيار الإصلاحي والتيار التقليدي هذه رؤية من الآراء طبعا طيب سلام أنت نعم. كصحفي وإعلامي جزائري مقيم بالخارج كيف تم التسويق نعم. لهذه الأحداث سلام يعني تم التسويق لها كيف تم التسويق لها إعلاميا خارج نعم. الجزائر نعم عاد الحديث إلى انتفاضة أكتوبر بعدما عرف ما يسمى بالربيع العربي عاد الحديث إليها وطرحت علينا أسئلة كثيرة من طرف الإعلاميين والسياسيين والمحللين وطرحت طبعا نحن نقول أنها كانت ربيع سابق لأوانه كان ربيعا جزائريا سابقا لما عرفته المنطقة العربية في العشرية هذه من القرن 21 لكن للأسف في تلك المرحلة لم يكن هناك إعلام ولا انترنت ولا تسويق صفحات انترنت إلى غير ذلك وهي كانت تدل على أنه الشعب الجزائري شعب حيوي يتجدد لديه حركة مطلبية محترمة لديه حركة مجتمعية وبعدها
ظهر مجتمع حي لديه مطلبية متجددة في كل مرة يدافع عن 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 مطالبه الاجتماعية والسياسية والديمقراطية، وهو شيء طبيعي. كثير من الناس لا يعرفون عليها، يعرفون عما حدث بالجزائر في تلك الفترة للأسف الشديد، لكن لما الآن من خلال يعني خاصية البحث في الإنترنت يدخلون على الصفحات الجزائرية ويبحثون عما كتب. سلام شكرا جزيلا لغات. سلام صغير أشكرك. إعلامي مقيم بدبي، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا سلام. أشكرك، عفوا، شكرا جزيلا. العفو. أستاذ قاسم قال أنه سلام صغير قال أنه الوضع الاقتصادي، وهي انتفاضة حقيقة للشعب، قال أنه الوضع الاقتصادي كان مزري، يعني كان يجب أنه ننفتح حتى تجي مؤسسات، ربما تغيير السياسة، السياسة الاشتراكية ربما هي اللي أدت لهذا الوضع. إذا تكلم على الانتفاضات، أتكلم على رأيه كثير من الإخوان يعطيوا لك يعني مرجعيات أخرى، البعض مثلا يقول لك نبدأها بالحوادث 80 في المنطقة تاع اللي جرات في بلاد قبائل مثلا في تيزي وزو.